حياتي دائما بقراءتي وتلاوتي. لاحت ففاح عبيرها تشدو بزهو راجزة. أنا حرة دولية وللجهود معززة. لاحت ففاح عبيرها تشدو بزهو راجزة. أنا حرة دولية وللجهود معززة. ربي غايتي. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قصر بيان العامر وعبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت أحييكم وأنقل لحضراتكم حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بدورتها الثامنة، حيث يتفضل سمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برعايته وحضوره حفل ختام جائزة الكويت الدولية الثامنة. أيها الأخوة والأخوات، إن الرعاية الأميرية السامية لجائزة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته السبب الرئيسي في تميزها وإبداعها بمشاركة واسعة من داخل الكويت وخارجها. وها هي جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم تحقق خلال سنوات معدودة إنجازا مشهودا جديرا بأن يضاف إلى سجل دولة الكويت الحافل بالنجاحات والإنجازات وإلى تحقيق ريادة دولة الكويت التامة للجوائز والمسابقات القرآنية على المستوى الدولي. وبهذه الجهود الخيرة أيها الأخوة والأخوات، تستمر المسيرة المباركة لمسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم بالعمل والإنجاز والتفاني في خدمة كتاب الله وعلومه. وهكذا أيها الأخوة والأخوات، من الكويت أرض الخير والعطاء، تستمر المسيرة المباركة لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بالإنجاز والعمل الدؤوب في خدمة كتاب الله وعلومه، رحلة من التفاني والإخلاص لوجه الله تعالى، ومنارة للعالم تسبق الضوء إلى آفاق واسعة من العلم وتكريم أهل العلم، وسوف تبقى مقصدا بإذن الله تعالى لكل العالم الإسلامية تعبر بهم إلى رحاب فضاءات تملأها آيات القرآن الكريم حفظا وتجويدا وتدبرا. أيها الأخوة والأخوات، إن جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم تواصل رسالتها في تشجيع المشاركة من داخل الكويت وخارجها، انطلاقا من رسالته الخيرة لتتبوأ مكانتها المتميزة والفريدة ضمن المسابقات الإسلامية الأخرى. إن رعاية سموه حفظه الله ورعاه للجائزة تأتي دعما لنشر القرآن الكريم وتشجيعا لهم على السير بهداه لتكون نبراسا مضيئا للعالم الإسلامي
بما قدمته وما تقدمه من خدمة لكتاب الله تعالى، من خلال بناء جيل يرسخ مفهوم الوسطية التي أرسى دعائمها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا الجيل خير سفير للعالم. ويصل أيها الأخوة الأخوات في هذه اللحظات سمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مسرح قصر بيان العامر للبدء بفعاليات حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرتي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سعادة السيد عيسى أحمد الكندري رئيس مجلس الأمة بالإنابة الموقر، معالي الوزراء المحترمين، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. إن من أعظم الأعمال التي يمكن أن يتقرب بها العبد إلى الله هو حفظه للقرآن الكريم، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته مع السفرة الكرام البررة. وهنا جاء التأكيد من خلال رؤية جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في خدمة القرآن الكريم وانتقاء المتميزين من أهله ورعايتهم، ومن ثم المحافظة عليهم، وذلك بإعاز كريم من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. الحفل الكريم خير ما نبدأ به حفلنا هذا وملتقانا المبارك آي من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا المقرأ عبد الله عزيز جهاد المهيوي من المملكة المغربية الشقيقة والفائز في المركز الأول في التلاوة. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة
أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. يتفضل الآن معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية سيد محمد ناصر الجبري لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي السيد عيسى أحمد الكندري رئيس مجلس الأمة بالإنابة الموقر، الشيوخ الموقرين، معالي الوزراء الكرام، الأخوة الأعزاء ضيوف دولة الكويت، الأخوة أصحاب الفضيلة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان
الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على النبي الكريم المجتبى حامل رسالة الله ومنقذ البشرية ومخرجها من الظلمات إلى النور بإذنه، وهاديهم إلى الصراط المستقيم، وعلى الآل والأصحاب وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إنه يوم مبارك أن نجتمع اليوم لنحتفل بتكريم ثلة مباركة من شباب الأمة الإسلامية، جاءوا من أرجاء وأقطار الدنيا رغم اختلاف البلاد والأجناس واللغات، جمعتهم رابطة الإسلام وأخوة الإيمان. جاءوا جميعاً وقد حملوا في صدورهم القرآن الكريم للتنافس والتسابق فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد توافدوا إلى هذا البلد الطيب الذي جبل أبناؤه على حب القرآن، وتنافس أهل قيادته وحكومة وشعباً على القيام بخدمته حفظاً له وعملاً بإحكامه وإجلالاً لقدره. فكانت ولا تزال دولة الرشيدة دولة قائمة على خدمة كتاب ربها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إن من النعم التي أنعم الله بها علينا أن أجرى على يدكم الكريمة الخير الكثير، ووفق سموكم لرعاية الجهود المبذولة لحفظ القرآن الكريم والعناية به، وفي مقدمتها رعايتكم السامية لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته. وبفضل من الله تعالى وتوفيقه شارك في الدورة الثامنة لهذه الجائزة 125 متسابقا، جاءوا من 70 دولة إسلامية ومجتمعات مسلمة في أقطار غير إسلامية، فعاشوا بيننا على مائدة القرآن، فهنيئا لنا بالحفظة من مشارف الأرض ومقاربها، وهم يصدحون بيننا بآيات الذكر الحكيم، معطرين سماء الكويت بأصواتهم الشجية وترتيلهم الحسن. ومن هذا المقام نرسل شكرا خاصا لكل الدول المشاركة التي أرسلت هذه الثلة المباركة من حفظة كتاب الله، وندعوها لمواصلة هذا العمل المبارك لما فيه من تشجيع لحملة القرآن الكريم وأهله. كما حازت هذه الجائزة المباركة صدى إعلاميا لا مثيل له، حيث بلغ عدد متابعي الجائزة ما يقارب 5 ملايين متابع، وأما متابعوها على الإنترنت فبلغوا 14 مليون. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الأخوة الحضور الكرام، اسمحوا لي أن أتوجه بحديثي إلى أبناء حفظة كتاب الله الكريم، فأقول لهم إن عليكم أيها الأبناء واجبا عظيما تجاه دينكم ثم أوطانكم، فحافظ القرآن لا بد أن يكون قدوة فاعلة، وأن يتخلق بأخلاق القرآن وبسيرة نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، حتى يكون نافعا لدينه ووطنه ومجتمعه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، والمحافظة على ما في صدوركم من كتاب الله، واتباع أوامره واجتناب نواهيه، واتباع إرشاداته في الدعوة إلى الإسلام، والتعامل مع الناس بفهم واع وحكمة راشدة، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أيها الحضور الكريم، إنه لم يكن لهذا النجاح أن يكتب، ولا لهذه الجهود أن تتحقق بعد توفيق الله تعالى، إلا بدعمكم الكبير ورعايتكم السامية وبجهود وسواعد وعقول أبناء الكويت البررة من أعضاء اللجان العاملة في الجائزة، وعلى رأسهم اللجنة العليا واللجنة التنفيذية
وكل من أسهم في إنجاح هذا العمل المبارك، فكل الشكر والثناء لهم جميعا. والشكر موصول لأصحاب الفضيلة العلماء أعضاء لجنة التحكيم على ما بذلوه من جهود مباركة في تحكيم هذه الجائزة، فنسأل الله أن يجزل لهم الأجر. كما لا يفوتني أن أشكر الضيوف الأعزاء من العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء الذين تشرفت الجائزة باستضافتهم وقدموا برامج ومحاضرات ودورات أسهمت في رفع مستوى الجائزة. حضرة صاحب السمو، إننا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نعاهد سموكم على العمل الدؤوب في الرقي بهذه الجائزة والمحافظة على مستوى ريادتها العالمية بين الجوائز والمسابقات القرآنية. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمتي الأمن والإيمان، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذي هم أهله وخاصته، وأن يحفظ الكويت وأهلها، وأن يبارك الخطى ويسدد السيرة في ظل توجيهات سموكم الرشيدة وسمو ولي عهدكم الأمين. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لكل ما فيه خير هذا البلد الطيب، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لمعالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية سيد محمد ناصر الجبري على هذه الكلمة الطيبة. والآن الكلمة لرئيس لجنة التحكيم الدكتور محمد فلاح مندكار لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سعادة السيد عيسى أحمد الكندري رئيس مجلس الأمة بالإنابة الموقر، معالي الوزراء المحترمين، الضيوف الكرام. أبدأ ببسم الله في القول أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وأثني صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وأثلث أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا. وبعد، فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. تحية تقدير مصوغة بعبق الحب والود والولاء في هذه المسابقة القرآنية الدولية الكبيرة العظيمة. مرحبا بكم يا صاحب السمو، وأنتم تطوقون جيد المتسابقين بهذا الدعم والتشجيع الذي نعده وساما وتاج فخار على رؤوسنا. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، لقد من الله على هذه الأمة بالقرآن العظيم، فبه أخرج الله هذه الأمة من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الجهالة إلى العلم، وهو مصدر العز والفخر لهذه الأمة. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وإن الله تعالى رفع قدر أهل القرآن وأعلى منازلهم على العالمين، ويكفيهم فخرا أنهم أهل الله وخاصته، وأن الله جعل لهم الخيرية على من سواهم، وجعلهم في الرتبة مع السفرة الكرام البررة. وإننا لنحمد الله تعالى أن جعلنا ممن اختصهم بهذا الفضل العظيم،
وأكرمنا بهذا المقام الرفيع بأن جعلنا أوعية لحفظ كتابه، وسخرنا لخدمة القرآن، وجعلنا سبباً في نشر ثقافته وعلومه والدعوة إلى طريقه، طريق الخير والحق والوسطية والاعتدال. ومن تمام النعمة علينا أن أكرمنا الله عز وجل ومن علينا بأسرة آل الصباح الكرام الذين منذ أن تولوا زمام الحكم وهذا البلد ينعم بالأمن والأمان والسعة والرخاء، ولله الحمد والمنة. كما أنهم كانوا وما زالوا رعاة داعمين للمسيرة القرآنية في الكويت، يولونها رعاية خاصة واهتماما ملحوظا. وإننا يا صاحب السمو لنفتخر بالمهمة التي أوكلت إلينا في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن وقراءاته وتجويد تلاوته، وذلك بالتحكيم بين المتسابقين واختيار المتفوقين منهم في حفظهم وتجويدهم وتلاوتهم وأدائهم. وإننا إذ نشكر القائمين على هذه الجائزة على هذه الثقة الغالية، فإننا نؤكد أننا حرصنا كل الحرص على تحري الدقة والحيادية في التقييم والتحكيم بين المتسابقين وأداء الأمانة بصدق وإخلاص ورعايتها حق الرعاية، مستعينين بالله تعالى في ذلك. فإن أصبنا فبمحض فضل الله جل جلاله، وإن وقع زلل فمن أنفسنا والشيطان. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، باسمي وباسم أعضاء لجنة التحكيم الفضلاء يسعدني أن أستغل هذا الموقف المشرف لأرفع إلى مقامكم الكريم يا صاحب السمو أسمى آيات التقدير والعرفان، شكراً لكم على رعايتكم الكريمة للجائزة، سائلاً المولى عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء ويديمكم ذخراً لهذا الوطن الحبيب. كما يسرني أن أقدم بالغ شكري وتقديري لجميع القائمين على جائزة الكويت الدولية على جهودهم الطيبة التي بذلوها والتنظيم الرائع الذي حظيت به الجائزة. كما أتوجه بالشكر والتقدير لأصحاب الفضيلة زملائي في لجنة التحكيم على جهودهم المباركة التي بذلوها وتفانيهم في مهمتهم. مولاي صاحب السمو، أراد الله بهذه البلاد أمراً رشداً تحت إمرتكم، وأثلج الله صدورنا بحكمتك وحنكتك، ويصدق فيك قول القائل: إذا المكارم في آفاقنا ذكرت فإنما بك فيها يضرب المثل. لا تهز ثوابت البلاد ولا الولاية الشرعية تحت إمرتك يا صاحب السمو، والتي في أعناقنا بيعة لها. إن الكويت تسير على منهج واضح وشجرة باسقة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أعزها الله بهذا الدين وهذه الشريعة والولاية الحقة الأصيلة واليد الواحدة واللحمة الوطنية. فما أحرانا ونحن نرى الفتن والمحن تحيط بنا أن نكون أكثر تلاحماً بين رعاتنا ورعيتنا. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يحفظكم يا صاحب السمو بحفظه، ويكلأكم برعايته وعنايته، وأن يجعل ما قدمتموه لخدمة القرآن ودينكم وبلادكم وشعبكم رفعة في درجاتكم يوم تلقونه،
كما أسأله جل جلاله أن يحفظ عضدكم سمو ولي عهدكم وسمو رئيس مجلس الوزراء والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الكويتي المخلص. والحمد لله أولاً وآخراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لرئيس لجنة التحكيم الدكتور محمد فلاح من دكار على هذه الكلمة الطيبة. يتفضل الآن سيدي حضرة صاحب السمو أمير بلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، يرافقه معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية سيد محمد ناصر الجبري، والسيد مهندس فريد أسد عمادي رئيس اللجنة العليا للجائزة، والسيد وليد عبد العزيز العمار نائب رئيس اللجنة العليا للجائزة، لتكريم المحكمين والفائزين والشخصيات القرآنية والجهات القرآنية، فليتفضلوا مشكورين جميعا. أولا، لجنة التحكيم في الفروع الأول والثاني والثالث الدكتور محمد فلاح من دكار رئيس اللجنة. الدكتور عبد الله بن صالح العبيد من المملكة العربية السعودية تخصص حفظ وقراءات. الدكتور إيهاب أحمد فكري من جمهورية مصر التخصص حفظ وقراءات. الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي من جمهورية اليمن حفظ وقراءات. الدكتور أبو بكر سيكو فوفانا من غينيا كوكاكري حفظ وقراءات. الشيخ محمود سيد الرفاعي من التلاوة والترتيل من دولة الكويت. لجنة تحكيم الفرع الرابع التقني من المملكة العربية السعودية رئيس اللجنة الدكتور سليمان بن عبد الله عمر الميمان. من دولة الكويت العضو المهندس نواف خالد قاسم المشري. من دولة الكويت العضو المهندس جمال محمد ناصر المنيخ. عضو ومقرر من دولة الكويت الأستاذ يعقوب محمد الأحمد. الفائزون في الفروع الثلاثة الأولى، أولا فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع تجويد من مملكة البحرين المركز الأول مهنا أحمد مهنا السيسي البعينين. المركز الثاني من بنغلاديش محمد سيف الرحمن تقي.
في المركز الثالث من الولايات المتحدة الأمريكية أحمد برهان محمد. من جمهورية اليمن الرابع علي طلال علي صالح. في المركز الخامس من النرويج عمر محمد مختار. ثانيا فرع القراءات العشر المركز الأول من الكاميرون عبد الرحمن تحميد عبد الرحمن. المركز الثاني من تشاد إبراهيم حسن جبريل. من الصومال المركز الثالث عبد الرزاق جيد حاشي. ثالثا التلاوة والترتيل المركز الأول من المغرب عبد الله عزيز حماد المهيوي. من مملكة البحرين المركز الثاني محمد سمير محمد مجاهد. المركز الثالث من تركيا حبيب دافاجي. المركز الرابع من كوسوفا أغزون إبراهيمي. من جمهورية إيران الإسلامية المركز الخامس محمد مجتبى محمد بيكي دهكي. الفائزون في الفرع الرابع التقني أولا أفضل برنامج إلكتروني من المملكة العربية السعودية تطبيق آية للقرآن الكريم مركز التفسير للدراسات القرآنية ويمثلها الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري. ثانيا أفضل جهاز إلكتروني مصحف البصيرة للمكهوفين شركة تنسيم من ماليزيا يمثلها ممدوح حواش. الشخصيات القرآنية المكرمة من الجمهورية العربية السورية الأستاذ الدكتور محمد فهد عبد الوهاب خاروف أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية في اسطنبول. من جمهورية العراق الدكتور غانم قدوري الحمد. الجهات القرآنية المكرمة من المملكة العربية السعودية كلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة ويمثلها الدكتور باسم حمدي السيد. الجهات القرآنية المكرمة جائزة سيد جنيد عالم الدولية للقرآن الكريم ومن مملكة البحرين يمثلها الأستاذ عبد الغني عبد العزيز العمري.
تكريم اللجنة العليا السيد المهندس فريد أسد عبد الله عمادي رئيس اللجنة العليا للجائزة ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. السيد وليد عبد العزيز العمار نائب رئيس اللجنة العليا ورئيس اللجنة التنفيذية للجائزة الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية. السيد خالد يوسف صالح بغيث عضو اللجنة العليا للجائزة الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير. السيد أحمد محمد عبد الله الطويل عضو اللجنة العليا للجائزة ونائب رئيس اللجنة التنفيذية مدير إدارة شؤون القرآن الكريم. السيد الأستاذ الدكتور وليد محمد عبد الله العلي عضو اللجنة العليا للجائزة أستاذ بكلية الشريعة إمام وخطيب مسجد الدولة الكبير. السيد مشعل فهد ناصر العتيبي عضو اللجنة العليا للجائزة مدير مكتب معالي الوزير. السيد ناصر أحمد عبد الرحيم الكندري عضو ومقرر اللجنة العليا والتنفيذية مراقب حلقات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم. يتفضل الآن معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية سيد محمد ناصر الجبري واللجنة المنظمة للجائزة بإهداء سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وهي عبارة عن شجرة القرآن الكريم من فكرة وإعداد الأستاذ يعقوب الأحمد. لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشكر سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على تشرفه وحضوره. لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشكر سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على حضوره وتشرفه في ختام جائزة الكويت الدولي حفظ القرآن الكريم بنسختها الثامنة، على أن نلتقي بإذن الله تعالى في العام القادم. وفق الله الجميع لما فيه خير العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم تأتي دعما لنشر القرآن الكريم وتشجيعا لهم على السير بهداه. لتكون جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم نبراسا مضيئا للعالم الإسلامي بما قدمته وما تقدمه من خدمة لكتاب الله تعالى. يغادر سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب من قبل القائمين على هذه الاحتفالية
في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته بدورتها الثامنة. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي سر سعادتي تحلو حياتي دائما بقراءتي وتلاوتي. قرآن ربي غايتي، وفيه سر سعادتي، تحلو حياتي دائما بقراءتي وتلاوتي.